وسعدتم صباحا مشاهدينا اينما كنتم، مرحبا بكم معنا. حلقتنا اليوم غادي نتكلموا من خلالها على الثقافه العامه، موقعها في حياه وليداتنا، موقعها احنا كنعرفوا الاهميه ديال ان الانسان تكون عنده ثقافه عامه، لكن اليوم سبل اكتساب هذه الثقافه العامه هي يعني مختلفه بواحد الشكل كبير. الانترنت كيوفر واحد العدد كبير من المعلومات، ولكن اشنو اللي ممكن اليوم نعتبروه ثقافه عامه؟ واش لو فات انني غادي نساق الخبر لبعض الحوايج اللي يمكن ما غاتهمنيش ندخلوه حتى في اطار الثقافه العامه؟ تساؤلات كثيره كتطرح ومازال لها وقت طويل، يعني باش غادي نحيدوا منها يعني واحد الافكار اللي هي شوائب واللي يمكن ترسخات هكذا في المجتمع. لكن اليوم غادي نشوفوا كيفاش ممكن نفتحوا الشهيه ديال وليداتنا على الثقافه العامه، كيفاش ممكن ناثروهم ونوجههم انهم يشوفوا اشياء اللي ما غاداش تفيدهم فقط اليوم بل غتفيدهم على المدى البعيد. وهذا الموضوع هذا طبعا غادي نتكلموا فيه مع بروفيسور مجدولي النهيبي. صباح الخير بروفيسور. الوغ هذا الموضوع هذا ديال الثقافه العامه اليوم مع هاد غادي نقول هاد التخمه اللي كيوقع فيها الانسان ديال المعلومات، ديال انه انترنت مفتوح، ما بقى حتى شي واحد ما عارف حتى شي حاجه، كل شيء عارف كل شيء، ما بقيناش كنعرفوا شنو هي الثقافه العامه من شنو هي حاجه اخرى. دونك واش لو فيت ان راسي يكون عامر بواحد العدد من المعلومات اللي يمكن ملي غنقولها لك ما غنفيدكش بها، يمكن ما غتفيدنيش حتى انا باش غندير خطوه هكذا لقدام، واش ندخلو حتى هو في اطار الثقافه العامه؟ الوغ كو اليوم ولاو بعض الناس تيقول لك لا خصك تكون عارف بحال هذا الشيء، لا خصك تكون عارف شنو كيجرى في الساحه الفنيه، خصك تكون عارف شنو كيجرى في الساحه مثلا السياسيه، خصك تكون عارف. واش هذا الشيء هو الثقافه العامه او الثقافه العامه كيف ما عرفنا احنا هو انني نقرا كتب، نشوف دي دوكيومونتير، اشياء من هذا القبيل. دونك نحددوا اولا مفهوم الثقافه العامه اذا كان ممكن. نعم كنشكرك على هذه المقدمه لان هي اللي غادي ندخلوا منها الموضوع، لانه قبل ما يكونوا عندنا هذه الوسائل التكنولوجيه وهذا الانفتاح الكبير كنا كنعرفوا شنو هي الثقافه العامه. نعم. الثقافه العامه هي قراءه الكتب باش الانسان كيوسع المدارك ديالو، كيعرف مجتمعات اخرى، كيعرف ثقافات اخرى، كيقرا التاريخ، كيقرا، كيكون عنده اجوبه على عدد من الاسئله، كيكون عنده اجوبه على مجموعه من الاسئله ومن المواضيع، كيقرا كل موضوع كيقرا فيه شويه بواحد الشكل ماشي اللي غيجعله متخصص في ذاك الموضوع، ولكن غيكون على علم، يكسبوا المام بمواضيع. نعم. مختلفه. داكشي علاش تسمى عامه. نعم. ماشي خاصه، لان ملي يقول لك كيكون تخصص ما تبقاش ثقافه عامه. الان ولا عندنا المفهوم في الحقيقه ملتبس، علاش؟ لان عندنا الثقافه العامه متوفره كثير على شبكه الانترنت، وهذا يمكن جعلنا اننا في بعض الاحيان ولا في كثير من الاحيان كنسمحوا في الكتب، لان الصياغه ديال المعلومه مثلا في كتاب ماشي بحال في ماشي مكان. هي ملي كنقرا واحد الكتاب باش ناخذ معلومات في نفس الوقت راني كناخذ اللغه، كنمي المدارك ديالي، كنشوف واحد الاساليب اللي كيمكن لها فكريا تخليني نفكر اكثر. نعم. اما الان كتعطيك صوره جاهزه وتعليق، صوره جاهزه وتعليق او بعض ملخص أو ملخصات ملخص يعني مكتوبه بشكل يعني مقتضب جدا. نعم. او بلغه سيئه، لماذا؟ اذا هذا يعني من هذه الناحيه هو اننا ما عندناش واحد لو سيبور او مثلا الموارد اللي ولينا كناخذوا من الثقافه العامه ولات موارد يعني ما تترفعش من الفكر ديالنا. نعم. وما تتكونناش، لان الثقافه العامه كانت كتكون علاش؟ لان الكتاب كيكون. ما كاين مشكل قلنا ندوزوا لهذه المرحله او نزاوجوا ما بين الكتاب وما بين ما هو موارد الكتروني. ولكن المشكل هو انه داخل هذا الكم والمحتوى عندنا ما يسمى بالفطريات لي بارازيت، اللي واحد الناس اللي تيمكن لهم يسميوهم ثقافه عامه، ولكن هي بالمفهوم ديال الثقافه العامه راه ما كاين شيء. بحيث مثلا تيمكن لك تلقى واحد الشاب او واحد الرجل او واحد المراه فراسها مليون اخبار، فراسها مليون معلومه، ولكن تقدر تسول على معلومه اساسيه وحده على شي بلاد غير حدانا، تقول لها مثلا شنو مثلا العوائد ديالهم ولا كذا ولا كذا ولا شحال فيها من النسمه ولا فين جات هذه البلاد، ولا تقول لك ما نعرف. اذا بحال احنا هاجرنا من المفاهيم الاساسيه اللي خصها تكون عندنا، لان شنو هو الفائده هناك تغيير في المفاهيم الاساسيه؟ طبعا طبعا. شنو هي الفائده ديال تكون عندي ثقافه عامه؟ هي انني نستافد منها في حياتي. هي انك ناخذ معلومات باش نستافد في حياتي. نعم. وقعت لي شي حاجه كنعرف كيفاش نديبانيها، مشيت لواحد البلاد كنعرف كيفاش نتصرف. ملي كنكون كنهضر مع الناس كيكونوا عندي معلومات كنتبادل، هي كتعطي واحد واحد الشخصيه واحد الحضور وكذا. الان ولينا كنشوفوا بانه كاين يعني الكم كاين، ولكن الكيف خصنا شويه ديال الانتقال. نعم. الوغ اليوم كيفاش نفرقوا ما بين انسان اللي هو مثقف، يعني وكنقول ملي كنقول ما كنتكلمش على المثقف الكبير، كنتكلم على انسان اللي عنده مثقف يعني عنده ثقافه عامه هكذا، تقدر تعول عليه في شي حوايج، تقدر تكلم معاه في شي حوايج، تقدر تستفد منه. انا بالنسبه لي انسان مثقف هو انسان اللي غتستفد منه. صحيح. في الحديث يعني. صحيح. وغتكون معاه واحد الانتراكسيون اللي هي مفيده جدا. نعم. او انسان اللي غادي نسميوها ثقافه جوفاء،
يعني عنده القشره ديال الثقافه. نعم. ومنين كندخلوا شي شويه معاه في العمق تلقاو انه كيف ما قلتي عراسو عمري بالاخبارات وبهذا، لان اليوم الاخبار المتداوله راك تقدر تغلطنا وتدخل في اطار الثقافه. نعم. العامه، الوغ كو هي ما دخلاش في اطار الثقافه العامه. صح، حنا اليوم تيمكن يكون عندنا الطفل المثقف. اولا الطفل المثقف، لانه ملي كتشوف ذا المثقفين الكبار والعلماء وكذا، راك كتشوف ملي كتمشي لحياته كتشوف من الصغار بانه كانت عنده واحد الانفتاح على العلم، على المعلومه، على القراءه. هذه اول حاجه. المثقف ما يمكنلوش ما يمرش من القراءه. سواء ورقيه او الكترونيه. المثقف عمرنا ما تنصوبوا مثقف بالصوره. تمام. فقط. الصوره ما تتصاوبش مثقف. يمكن الصوره تصايب لنا شي واحد عنده واحد الركام في الذهن ديالو ديال الصور وديال المعلومات، ولكن كيفاش غيدير ينظمها باش يوظفها؟ نقدروا ما نلقاوش عنده الوسائل باش ينظمها باش يوظفها باش يعني على الثقافه كتطلب لغه، كتطلب اولا تكون عندك اللغه، وخاصه يكون عندك اللغات الاجنبيه. الان اللي عنده الانجليزيه واخا يكون طفل صغير. نعم. كيعرف كل شيء على العالم. احنا دابا في هذه الجائحه اللي حنا فيها، راه كاين اللي عنده ثقافة خاطئة، كاين اللي عنده ثقافة مقلوبة، كاين اللي عنده ثقافة مغرضة، كيصيفطوا لك دي ميساج باش فيهم معلومات خاطئة بالعاني، ما عرفتش شنو هو، وكاين اللي عنده ثقافة بمعنى كيعرف شنو هي لا فيغولوجي، كيعرف شنو هو لو فيروس، الفرق بينه وبين لا بكتيري، كيفاش كيتصرف لو فيروس. الوغ شنو هي طرق اكتساب هذه الثقافة العامة؟ واش يكون عند الإنسان ذاك غادي نقولوا الحس ديال البحث على واش المعلومة هي حقيقية ولا لا؟ ديجا بعد لو فات أنه منين غتوصلك واحد المعلومة وتفرق بينها وبين وحدة معلومة حقيقية، كيكون واحد النوع ديال الحدس، كتبان لك واحد الحاجة راه ماشي هي هذيك، ياك ولا لا؟ دونك واش كيفاش نربيو مثلا وليداتنا على أنه وصلته معلومة ويتأكد منها ويقلب مرجع أول ومرجع ثاني ويدير واحد التطابق ديال المراجع باش يشوف واش هذيك المعلومة واش صح ولا لا؟ دونك هذا اللي عنده هذا الحدس راه مثقف. علاش؟ لان منين جا هذاك الحدس؟ هو انه مولف كيقرا وكيشوف اشياء لمؤسسه علميه ومنطقيه وشاده كما كنقولوا. الوقت اللي كتدخل واحد الحاجه اللي ما عندهاش ذاك الاساس كيحس بها تيعرفها. اذا الاطفال ديالنا ان خصنا نعلموهم بانهم ما ياخذوش الاشياء الجاهزه. خصنا الاطفال نصاحبهم مع الكتاب وتنقولها وتنعاودها. خصنا نذكر بها كل مره في البرنامج. هضرنا على شي 700 حلقه على القراءه وعلى الكتاب. نعم. بحيث انه يعرف بان الوظيفه ديال الكتاب هي انها تبنيه معرفيا. نعم. هي انها تبنيه معرفيا وما بقاش عنده ذاك التوتر، لان دابا تنشوفوا التلاميذ شنو هما الكتب اللي تيقراو؟ هو الكتاب المدرسي. تماما. وتيقراه بزز الا عنده شي امتحان ولا خاصب عليه الاستاذ ولا عطاه شي تمرين. والا فاولا ويتجاوج ما بين الكتاب، لان شنو الكتاب تيدير له لو كيد تيعطيه شنو تقرا. ملي تيمشي للمحتوى ديال الانترنت وهو مثقف ورقيا ما تيبقاش يقرا نابورت كوا. نعم. تيبقاش يضيع وقته في اي حاجه. تماما. هذه يعني ملي كيوصل للانسان انه غادي يشوف واحد المعلومه واللي كل شيء كنهضروا على لي فيو وهذا، ملي تيلقى راسو ما غتضيف ليه حتى شي حاجه وما غتفيدو حتى شي حاجه كيتراجع، خاصه المحتوى الفضائحي وهذه الاشياء. هذه كنظن من باب الثقافه ان الانسان يعني يعترض على بحال هذه الاشياء. هذه كنسميها مكسرات الثقافه. تماما. لان هي كتعطينا واحد المحتوى اللي سلبي جدا، اللي غتخلي الواحد يعتاد على داك الشيء ويسمح في الحاجه اللي هي مهمه. عرفتي شنو؟ الحديث معك شيق جدا، وهذه من المواضيع اللي هي مهمه وتيخصنا ان الناس فوالا يستفدوا منها. دونك غادي تكون لنا تتمه لهذا الحديث هذا هذه العشيه هذه مشاهدينا من جوج حتى لأربعة على امواج راديو دوزان. نبغيو نسمعوا رايكم، شنو هي الثقافه العامه بالنسبه لكم؟ كيفاش درتوا حتى عودتوا وليداتكم على انهم يختاروا شنو هي المحتويات اللي تيقراو، المحتوى اللي غادي يفيدهم، المحتوى اللي ما غادي يزيدهم حتى شي حاجه؟ دونك من جوج حتى لأربعة تكون معايا بروفيسور مجد النهيبي للاجابه كذلك على كل الاسئله ديالكم مباشره على امواج راديو دوزان. الى اللقاء.